التوحيد، التوحيد أيضا على مراحل، توحيد في العبادة. المشركين كانوا يقولون أن الله واحد، خالق السماوات واحد، لكن العبادة لمن كانوا يعبدون؟ يعبدون الصنم. فهم توحيد نوع من مراتب توحيد الخلق عندهم، توحيد العبادة ما عندهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، من خلق آباؤكم وأجدادكم ليقولون الله. لكن تقول له لمن تعبد؟ ولا عبد الصنم. فالتوحيد توحيد الخلق أولا، توحيد الخلق، بعد توحيد الخلق توحيد العبادة. فالله سبحانه وتعالى هو خالقنا وخالق السماوات والأرض، خالق آبائنا، خلق لنا السمع والبصر وكل شيء، وكذلك لا نعبد إلا إياه. الآن سورة الحمد شقرت إياك نعبد وإياك نستعين، زين شوية بعد نتوسع بالتوحيد. التوحيد في الحكم، الحاكم المطلق في كل المحاكم، جميع المحاكم، محاكم الحقوقية، محاكم الجزائية، محاكم الجنايات، الحاكم الذي يصدر الحكم والقاضي باسمه نيابة عنه، الحاكم من هو؟ إن الحكم إلا الله فقط. الله يقول وهو خير الحاكمين،